إلى يومنا هذا الاحتجاج تاعنا راه سلمي سلمي. الدليل والدليل والدليل الثانوية ما تبانش. إيه الثانوية ما تبانش. هذيك حتى ريكلاميت كنت ندير 45 دقيقة إلى ساعة باش تخوف تاعكم وبإشراك شريك الاجتماعي مازال يصلح السوق. هذه الثانويه اللي كان قرارها قرار الغلق تاعها على حسب الحجه اللي قالتها لنا المديره تاع التربيه على مستوى الولايه، قالت انها موجوده بها ماده الاميونت، هذه الماده السامه. اليوم التلاميذ لما تاجهوا الثانويه شادلي راه رفضهم المدير، قال لهم راني سور شارج وحنا نطالب بأطباء مختصين يجونا العين المكان باش يقنعونا، ماشي نيمبورت كي اللي يقول لاميونت. كي قريت لا ليست لهنا هذه لهنا يوم ما لقيت لا اسمي لهنا في لا ليست هذه، هربت الثانويه العقيد لطفي ما لقيت اسمي طلعت شاد لي كذلك ما لقيت اسمي، بغيت نسجل لاسيرونس دوك انا ما عرفتش كاع راني نقرا. ونرجو منها عدم اغلاق ثانويه تردو لانها اقرب ثانويه لنا وهي متوفره على كل الشروط، ونرجو من مدير التربية إعادة مراجعة القرار.